Assalamu alaikum. Hi guys, have you ever studied the present perfect simple tense? Let's get started. عندنا زمن المضارع التام البسيط بيتكون من has or have plus pp. واقصد ب pp اللي هي past participle اللي هو الفعل في التصريف الثالث. وعندنا هنا الفعل في التصريف الثالث بنطلق عليه اسم المفعول. أما الهاز فبتأتي مع الهي والشي والإت، والهاف بتأتي مع الذي والوي واليو والآي. وهنا الفعل في التصريف الثالث منه نوعين، في النوع الأول اللي هو الفعل العادي أو الفعل المنتظم، وهو الفعل الذي يضاف إليه فقط إضافات ولا يطرأ عليه أي تغير. ده هو الفعل العادي like play played played finish finished finished. فهنا الفعل مجرد ضفنا له اما دي او ضفنا له اي او ضفنا له اي اي دي على حسب نهايه الايه الفعل، فده فعل منتظم. اما الفعل الشاذ اللي احنا بنقول عليه فعل غير منتظم، فهو الفعل الذي يطرأ عليه تغير او الفعل الذي لا يطرأ عليه اي تغير، وفي كلتا الحالتين فهو فعل شاذ like shut 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 كات كات كات. فهنا الثلاث تصريفات عندنا بنفس الشكل، فهو لا يطرأ عليه اي تغير. اما الفعل الذي يطرأ عليه تغير وشاذ like buy bought bought go went gone do did done، يبقى من تاني الفعل الشاذ هو الفعل الذي يطرأ عليه تغير في التصريفات او الفعل الذي لا يطرأ عليه اي تغير في الثلاث تصريفات. طيب نرجع لزمن المضارع التام البسيط وناخد عليه مثالين. He has finished his work. They have finished their work. استخدامات زمن المضارع التام البسيط: بيستخدم للتعبير عن حدث حصل أو حدث منذ فترة زمنية قصيرة وانتهى، أو حدث التو like the bell has just rang يعني الجرس رن. يستخدم أيضا للتعبير عن حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر حتى الآن like he has lived in Cairo since May يعني هو عاش في القاهرة منذ شهر مايو. يستخدم أيضا للتعبير عن حدث حصل في الماضي ولا يزال له أثر حتى الآن like I have lost all my money يعني أنا فقدت كل نقودي. وهنا المقصود إن أنا فعلا فقدت كل نقودي وما زلت إلى الآن متأثر بفقدان النقود. يستخدم للتعبير عن حدث تم في الماضي ولكن دون تحديد زمن حدوثه like I have already finished my work يعني أنا بالفعل انتهيت من عملي، لكن في الجملة اللي احنا شايفينها أمامنا حاليا أنا ما حددتش الزمن اللي انتهيت فيه من العمل. ففي هذه الحالة نستخدم زمن المضارع التام البسيط. أما لو حددنا الزمن انتهائي من العمل فنستخدم زمن الماضي البسيط. ناخد الـ contractions في تكوينة زمن المضارع التام البسيط اللي هي his, she's, it's, I've, we've, you've, they've، وبعديهم نحط الفعل في التصريف الثالث اللي احنا بنقول عليه PP past participle like he's finished his work, they've finished their work. النفي في زمن المضارع التام البسيط بيتكون من has not or have not plus pp، وال has not بتيجي مع ال he وال she وال it، أما ال have not فبتيجي مع ال I وال they وال we وال you like he has not finished his work, they have not finished their work. أما الاختصارات من النفي في زمن المضارع التام البسيط فبدل has not or have not هنقول hasn't or haven't plus pp. ال hasn't مع ال he وال she وال it، وال haven't مع ال I وال they وال we وال you like he hasn't finished his work, they haven't finished their work. ننتقل بحضراتكم للأسئلة في زمن المضارع التام البسيط. عندنا نوعين من الأسئلة، النوع الأول اللي هو yes no question، وهنا نبدأ بيه ونبدأ بنفس الجمل اللي احنا بدأنا بيها الفيديو he has finished his work. الجملة دي لو حبينا نحولها ل yes no question هنقول has he finished his work, has he finished his work.
فهنا لو نلاحظ هنعمل عملية تبديل ما بين الفعل المساعد وما بين الفعل they have finished their work. فهنا لو حبينا نقلب الجملة دي لسؤال هنقول have they finished their work, have they finished their work, يعني هل هم انتهوا من عملهم. ننتقل إلى النوع الثاني من الأسئلة WH question. وهنا الـ WH question أنا أقصد به السؤال الذي يبدأ بأداة استفهام like what, when, where, why, who. فدي كلها أدوات استفهام. بعد أدوات الاستفهام بنضع الفعل المساعد بتاعنا اللي هو الـ has أو الـ have, وبعد الـ has والـ have بنضع الفاعل, وبعد الفاعل بنضع الفعل في التصريف الثالث, ولو في تكملة للسؤال فبنكمل. عندنا حالة تانية منها, في حالة السؤال عن الفاعل العاقل أو الفاعل غير العاقل. ففي هذه الحالة لو كنا بنتكلم عن فاعل غير عاقل فهنضع مكانه what ونكمل باقي الجملة زي ما هي ونحولها لسؤال. أما لو اتكلمنا عن فاعل عاقل فبنشيل الفاعل العاقل اللي في بداية الجملة ونضع مكانه هو, وبعد كده بنكمل باقي الجملة وبتحول أو تقلب إلى سؤال. نبدأ توضيح الحالتين في الـ WH question. He has finished his work. فلو حبينا نسأل what هنقول what has he finished, what has he finished. هنا بدأنا سؤالنا بأداة الاستفهام اللي هي what, وبعد what حطينا الفعل المساعد has, وبعد الـ has وضعنا الفاعل أو ضمير الفاعل he, وبعد ضمير الفاعل وضعنا الفعل في التصريف الثالث. ماذا عن باقي الجملة؟ فباقي الجملة هنا تعتبر هي عندنا الإجابة عن السؤال. They have finished their work. فهنا لو حبينا نسأل what هنقول what have they finished, what have they finished. يعني هنا حطينا في البداية what, وبعد what حطينا have, وبعد have حطينا they اللي هو ضمير الفاعل, وبعد ضمير الفاعل وضعنا الفعل في التصريف الثالث وانتهينا من السؤال. أما الإجابة عن السؤال اللي هي their work. طيب ننتقل بكم للحالة الثانية من الـ WH question, وهو السؤال عن الفاعل العاقل أو الفاعل الغير عاقل الذي في بداية الجملة. The wolf has attacked sheep. فهنا لو حبينا نسأل عن الولف اللي هو الذئب اللي هو طبعا غير عاقل, فهنسأل what, فهنقول what has attacked sheep, what has attacked sheep, يعني من الذي هاجم الخرفان. فهنا نلاحظ اللي احنا شلنا كلمة the wolf وحطينا مكانها what, وكملنا باقي الجملة كما هي وأنهينا سؤالنا. Ali has finished his work. فهنا لو حبينا نسأل عن علي وهو فاعل عاقل فهنسأل بي who has finished his work, who has finished his work. فهنا شلنا علي ووضعنا مكانه هو وكملنا بقية جملتنا وأنهينا سؤالنا. يبقى إذن إذا سألنا عن الفاعل الغير عاقل فنسأل what بدلا من الفاعل الغير عاقل. أما إذا سألنا عن الفاعل العاقل فنسأل به بدلا من الفاعل العاقل, ثم نكمل باقي الجملة وننهي الجملة بعلامة استفهام. وهذه الحالة تعتبر من أبسط وأسهل حالات تكوين السؤال في اللغة الإنجليزية. وأخيرا أنهي الزمن بالـ keywords of present perfect simple tense اللي هي الكلمات الدالة على زمن المضارع التام البسيط. Just, already, yet, ever, never, recently, lately, so far, up to now, until now, up till now, for, since. وفي البعض من حضراتكم هيسألني عن استخدام for و since تحديدا, فحضراتكم ننزل قوائم التشغيل في القناة والفيديو سبق وتم شرحه بالتفصيل عن استخدام for واستخدام since. وبكده يبقى احنا انتهينا اليوم من زمن المضارع التام البسيط. See you next time friends. Don't forget to subscribe my channel, like and share, and see you next time. Goodbye. السلام عليكم.